بالنسبة للهياكل اللي راح إن شاء الله نستلموها خلال هذا الدخول المدرسي، أولا بالنسبة للتعليم الابتدائي، إذا 3 مدارس ابتدائية بالإضافة إلى 40 قسم من التوسعة، 3 مطاعم مدرسية ووحدتي كشف ومتابعة، هذا عن التعليم الابتدائي. بالنسبة للتعليم المتوسط تعزز القطاع بمتوسطتين، الأولى متوسطة جديدة ببلدية المشرية، والثانية هي متوسطة تعويضية ببلدية عين بن خليل، بالإضافة إلى 10 أقسام توسعة وتجهيز ملعبين بالعشب الاصطناعي. أما بالنسبة للتعليم الثانوي فسيتم إن شاء الله استلام 10 أقسام توسعة، كل هذه يعني الهياكل تأتي كجهد دولة لتسهيل أولا قلنا وتقريب المدرسة من أبنائنا التلاميذ، وفك الضغط الموجود في المدارس خاصة ونحن في الرجوع إلى النظام بالتدريس العادي.